ما قيمة بالتأكيد كابتن معتصم هذا التتويج لهؤلاء الشبان كما ذكرت؟ يعني منتخب مطعم بالعديد من العناصر من مختلف الأندية، ليس فقط على مستوى برشلونة أو ريال مدريد، بالتأكيد يعني منتخب يشمل أغلب الأندية الإسبانية. نعم، بقول تأكيد سيكون لديه تأثير كبير، وإعادة سطوة الأسماء الفاعلة، الأسماء التي تقدم المجهودات الفعلية في أرضية الميدان، على حساب الأسماء التي تأتي من الأندية الجماهيرية كريال مدريد وكالبارسا. نعم. وحتى لربما هناك بعض اللوبيات لبعض الأسماء التي تضغط بكل قوة لتتواجد في تشكيلة المنتخب الإسباني الأساسي. الآن شهدنا أسماء شابة، أسماء لربما هي من أفضل ما تقدم الكرة الإسبانية حاليا، سواء كانت على صعيد الليغا الإسبانية أو المحترفين خارجيا. والأهم من كل ذلك، الآن إسبانيا تلعب بمعدل أعمار سني منخفض، تتحدث عن قرابة 24 عام وشهرين، بالتالي أنت تلعب بفئات لربما البعض يقول بأنها لا زالت من المبكر أن تكون هي من تحمل المشعل الأساسي في المعترك القاري، ولكن عندما تنجح في التتويج على حساب المنتخب الكرواتي، هذا المنتخب العريق، المنتخب المخضرم، واحد من أروع المنتخبات في العالم في السنوات الست أو الخمس الماضية، بكل تأكيد هذا يعطيها دافع إيجابي، ويعطي ديلافونتي أيضا ثقة أكبر في خياراته وفي طريقة استغلال الطاقات الشابة وزيادة صقل شخصية وإمكانيات وتطوير الأفكار التكتيكية في أرضية الميدان، بعيدا عن الأسماء اللامعة. حتى في المشهد الختامي في الأمس شهدنا سواء ناتشو سواء بالنسبة لكارفاخال دخلوا كبدلاء في هذه المواجهة، وحتى بالنسبة لربما فقط مركز الظهير الأيسر لربما جوردي ألبا، لأنه لا يوجد فعليا في الوقت الراهن لاعب قادر على ملء هذا المركز بالشكل الحقيقي وما يلبي تطلعات المدرب الإسباني، بالتالي تواجد في تشكيلة المنتخب، ولكن أعتقد بأنه يقوم بعمل رائع وعمل جبار وكبير في الفترة الراهنة.